اليوم نجتمع في إطار الفريق البيداغوجي لماستر الجغرافيا الاقتصادية والسياسية لإفريقيا، المعتمد حديثا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية برباط جامعة محمد الخامس، حيث يلتقي عشرات الأساتذة الباحثين والمتخصصين والأكاديميين لمناقشة السبل أن يواكب هذا الماستر وتواكب الجامعة المغربية من خلال هذا التكوين المبادرات الملكية الاستراتيجية في القارة الإفريقية، خاصة ما يتعلق بالمبادرة الملكية الأطلسية لربط بلدان الساحل بالواجهة البحرية المغربية، الإطار المؤسسي للبلدان الإفريقية المطلة على الساحل من أجل تحقيق التنمية المشتركة. إذن نحن نحاول أن نعد جيلا جديدا من الباحثين يوظف مقاربات اللي هي متنافذة ومتعددة معنا، أساتذة في الجغرافيا وفي التاريخ وفي علم الاجتماع وفي الحقوق وفي العلاقات الدولية وفي الدبلوماسية الموازية، كل هذه التخصصات تتلاقح فيما بينها في إطار هذا الماستر من أجل تكوين كما قلت جيل جديد من الباحثين يخرج عن حدود البحث التقليدي داخل المغرب إلى إجراء بحوث داخل البلدان الإفريقية، خاصة التي تربط المغرب معها شراكة استراتيجية. في هذا هو اجتماع للفريق البيداغوجي لماستر الجغرافية الاقتصادية والسياسية لإفريقيا، وكان قد قام زميلنا موسى الملكي مشكورا بخلق هذا الماستر، وأعطت الوزارة المعنية وزارة التعليم العالي موافقتها ليفتح لطلبتنا بمختلف الجامعات، وهو تخصص مهم جدا لأن عندنا عدة مشاكل كمغرب مع الجزائر مثلا في الحدود الشرقية، وكذلك مع إسبانيا فيما يخص التون ليليا والجزر، ونتمنى أن تحل هذه المشاكل، وكذلك هناك الصراع ما بين روسيا ودول أخرى أمريكا وغيرها، هذه كلها محاور، وأهم محور وهو إفريقيا التي تهمنا، والآن المغرب دخل إلى عمق إفريقيا، ولا من ناحية الاقتصادية ولا من ناحية السياسية ولا من ناحية من جميع النواحي. إذن فهذا الماستر سوف يسد ثغرة ظلت في بالنسبة لتخصصنا الجغرافي، لأن عدد من الجغرافيين تخلوا عن هذا التخصص، والآن الحمد لله يعود كجزء من الجغرافيا البشرية. اليوم هو انعقاد افتتاح الماستر ديال الجغرافيا الاقتصادية والسياسية لإفريقيا، اللي هو أول ماستر كيتفتتح في جامعة محمد الخامس كلية الآداب، واللي كيجمع نقبة من الأطر والأكاديميين الخبراء والمختصين سواء في الجانب الاقتصادي أو السياسي أو الدبلوماسي، والهدف هو تكوين واحد الجيل من الطلبة بهدف أن تكون عندهم فكرة أساسية حول الموارد والإمكانيات التي يمكن أن توظف لصالح إفريقيا ومن أجل إفريقيا. المعلوم أن أغلب الاستراتيجيات السابقة كانت توجه فقط إلى أوروبا والانفتاح على أوروبا، وأن الموارد في العالم الإفريقي كانت تستغل مع الأسف بشكل لا يساهم في تنمية إفريقيا. لذلك هناك مجموعة من المبادرات، مجموعة من المجموعات الاقتصادية في غرب الإكواس مثلا، في غرب أوروبا، في غرب إفريقيا، فهذا المغرب الآن يحاول أن ينفتح على هذه المجموعات وأن يكون له دور تنموي بحيث أن يكون هناك رابح يعني يجعل جميع إمكانياته وخبراته وأيضا استثماراته في إفريقيا ولصالح إفريقيا بشكل أساسي، حتى تستفيد إفريقيا من إمكانياتها. لذلك الطلبة الذين سيتخرجون إن شاء الله والذين سيتلقون تكوينا أكاديمي نظري وتطبيقي وأيضا ورشات تكوينية والحضور المؤتمرات وندوات دولية، سيكون مؤهلين للقدرة على اكتشاف الإمكانيات الموجودة في إفريقيا والآفاق المستقبلية الواعدة لاقتصاد إفريقي، لأن إفريقيا تمتلك الثروة البشرية، تمتلك الثروة البحرية، تمتلك الثروات الطبيعية والغابات والإمكانيات الكبيرة، فقط تحتاج إلى إعادة الاعتبار للإنسان الإفريقي ولتعاون والتكتل إفريقي من أجل ازدهار إفريقيا بالدرجة الأولى. Thank you.